على نفسك لعب الحين؟ ما تنزل تلعب معاهم ولا تشيل اللعيبه احسن. انت عايز تنقطني؟ قعد تتفرج ومش حاسس بالمصيبه اللي احنا فيها؟ ما تهدى يا ابو خانو، مالك جاي زي الحريقه كده؟ احنا في نعمه لو تاخد بالك. نعمه؟ يا ابني هما كهربوك في امن الدوله ففيوزك لسعت. حد يكارب كهرباء يا ابو خانو؟ طب ده انا ما حدش لمسني واصل، اصل انا كنت مريحهم على الاخر. مريحهم يعني ايه؟ كل ما يقولوا لي كلام من اللي قاله اسماعيل اهز راسي واسكت، يقولوا لي يعني انت معترف؟ اهز راسي واسكت، وفي الاخر مضيت وبصمت على كل اللي قالوه وريحت دماغي. يا نهار اسود، انت مضيت على كل الاعترافات الكذب بتاعت اسماعيل؟ عايز تودينا في داهيه؟ يا ابني ما احنا كده كده رايحين في داهيه، مش احسن ما نموت زي عاصم؟ طب اهو مضى، بس مضى وهو ميت، مش كده احسن؟ بقول لك يا عبد الرحيم، انت لازم تقول الكلام ده كله قصاد النيابه. النيابه؟ ليه؟ عشان يقتلوني؟ ما انا عايشه اهو عيشه زي الفل، احسن من اللي كنت عايشها بره كمان، على الاقل هنا الدنيا امان. بقول لك ايه، انا مش ناقصك، انت لازم تقول الكلام ده كله قصاد النيابه وتنكر الاعترافات دي وتشهد بالحق. عيب يا محمود، نزل يدك ما يصحش. مش هنزل يدي، ولازم تطلع معايا على المأمور دلوقتي تكذب كل الكلام ده قصاد النيابه. يا عبد الرحيم همالني يا محمود، انا مش طالب نيابه واصي ومش هنشهد وما فتحش بوقي بكلمه. اشوفك خلقاتي موتك، موتك يا عبد الرحيم. ماشي يا ابو خالو. ايه يا ابو خالو؟ تعالى ايه يا محمود؟ تعالى. لا اله الا الله. ايه عايزين تموتوا بعضيكوا؟ في ايه يعني؟ انتوا فاكرين ان حد هيبكي عليكوا اصلا؟ بص شوف بيتفرجوا علينا ازاي. اهدى 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 كده ووحد الله. لا اله الا الله. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. زيد النبي صلاه كما يقول العوام. الف صلاه عليك يا نبي. جاي لك حبيب مش عدو الله يا ابو خالد. حقك على راسي وتفوق على اللي جرالك. ولو عاوز نحب على راسك نحب، بس ما عاوزينهاش توجعك يعني. قسما عظما بالله ما يرضيني اللي حصل، ولا كنت نحب ان ده يحصل من اساسه. بس ما تنساش يا اطفالي انك انت اللي ابتديت، ولا انا غلطان؟ عايز ايه يا عبد الرحيم؟ عايزك تفهمني يا صاحبي. انا مش صاحب حد. وماله؟ صحيح هي مرة واحدة اللي كنا فيها عيش وملح فوق السطوح، فاكرها؟ أنا راجل صعيدي، والمرة دي كفاية عندي إن يبقى بينا عيش وملح، وحقك عليا إن أفهمك ليه أنا عملت اللي زعلك مني. أنا لا عايز أفهم ولا نيلة، أنا كل اللي عايزه منك إنك تشهد بالحق في النيابة عشان أنا وأخويا ما نتظلمش. تاني هيقول لي نيابي. يا واد خالي ما هو ده اللي أنا جاي أقوله لك. أنت عارف إن أنا ما تعرضتش على النيابة من أصله؟ عارفها دي؟ يعني إيه؟ امال جابوك هنا ازاي؟ اسال روحك. انت عارف ان انا في تحقيقات امن الدوله ما رضيتش اجر باسمي؟ ولا انا منين؟ وقلت لهم ان فادت الذاكره وحصلت لي حادثه من كام شهر خلتني ما افتكرش حاجه عن نفسي واصل، وان راجل صاحب الورشه شغلني شفقي. وانت كده بجد ولا بتستعب؟ بغض النظر يا صاحبي، انت حكومه ولقيت حد قدامك عم يقول لك قصة الفيلم الهندي دي، تدور وراه وتشوفه عم يكذب ولا كلامه صدق، ولا تبصم بالعشر على الكلام ده وتحطه في ورق رسمي. يعني انت ما شفتش النيابة؟ يا ابوي ده انا كنت خايف وعامل حساب اللي هتحول فيه النيابة دوت، لانها ممكن تحولني على الطب الشرعي وهناك يعملوا لي تحليل الدي ان ايه. طب ما انت فل اهو عارف الدي ان ايه. ليه؟ قالوا لك عليا جاي من ورا الجاموسة؟ ده اللي جاي من وراها يعرف الدي ان ايه، ومع ذلك الحكومه الالكترونيه بتاعتنا ما فكرتش انها تعمله. عايزني بقى ما احمدش ربنا وابوس ايدي وش وضهر واروح اقول لهم حولوني للنيابه عشان افضح نفسي بنفسي؟ وده اللي انا نفسي افهمه. انت عاجبك اللي انا فيه؟ عاجبك اللي احنا فيه؟ يفرق السؤال الاولاني عن الثاني كتير يا ابو. ماشي عبد الرحيم، خلينا في السؤال الثاني عشان افهمك. عاجبك رميتك في السجن دي؟ بصراحه اه، أأمن مكان بالنسبة لي في الدنيا. فهمتك أنا كده. أقول لك اللي فيها وأمري لله، مش بس عشان استرجلتك وعارفك هتجدر ظروفي، إنما عشان لو حكيته لأي حد هكدبك وهقول عليك عم تتبلى على راجل فقد الذاكرة زي نور الشريف في تمثيلية الراجل الآخر. يا عم ارحمنا، ارحمنا من الثقافة بتاعتك دي وفهمنا إيه اللي حاصل. مش عايز أفكاكة دي يعني يا أبو المفهومية.
راجل صعيدي هربان في اسكندرية، ولما تجيله الفرصة يخش السجن يضحك بدل ما كان بيبكي كل ليلة وهو نايم. يبقى هربان من طار. ايه يا راجل يا مسجد، ما قريتش عن حوادث الطار في الصعيد؟ طب بلاش، ما شفتهاش في التمثيلات والافلام. انت هربان من طار عشان ترمي نفسك في تهمة هتجيب لك اعدام؟ ومين قال لك انهم هيعدموني؟ طبعا هيعدموك ازاي وانت شهدت ضدنا بالباطل؟ يا سيدي انا لا شهدت ولا اتنيل. انا بقول لك انا ما اتخدش اجوالي من اصلا. انت لما رحت النيابه حد جاب لك سيفت بحاجه؟ اه صحيح، دول جابوا لي سيره شهاده عاصم بس الله يرحمه، شهاده ابن الكلب اللي اسمه اسماعيل ده، بس ربنا عطرني فيه. اها شفت، يعني هم ما لهمش مصلحه اساسا ان اسمي يجي في القضيه. ليه؟ عشان لو اسمي جه في القضيه يبقى لازم يثبتوا شخصيتي، وتحاليل وتحريات ومباحث وتدوير وكل ده هيعطلهم، وهم عايزين يكروتوا القضية سريع سريع عشان يطلعوا قدام القيادات إن كل شيء تمام والأمن مستتب. يبقى لازم اللي زيي يتنيل على عيني اللي خلفوه ويختفي لحد ما الدنيا يبان لها بيان. وأنا اللي صدقت إنك كهربائي سيارات. بس أنا صدقت إنك مهندس ميكانيكا، ما أنت خابر الدنيا واللي فيها يا أطخاني. أنا عايز أفهم، طب هم جابونا احنا الاتنين ليه سجن واحد؟ ما كانوا يودوا كل واحد فينا سجن عشان ما نتقابلش. وهم كانوا يعرفوا منين ان قلبي هيرتاح لك وهحكي لك عشان تهمد وتسيبني في حالي وترحم نفسك من الهري والند اللي انت عايش فيه ده؟ وبعدين يعني انت فاكر ان الناس ديت يعني عامله حساب اللي زيي واللي زيك وان احنا ممكن نضرهم في حاجه؟ جرايه يا باشمهندس، ده حتى كان باين على الواد اخوك لما جه انه راجل واعي وفاهم البلد دي ماشيه ازاي. يعني ايه؟ اسكت واحط في بقي جزمه؟ مين قال كده؟ سلمها لله وشوف الدنيا هتوصلنا لحد فين. الاختيار الوحيد اللي قدامي يبقى لون حبل المشنقه اللي هيتلف حوالين رقبتي انا واخويا، مش كده؟ يا ابوي احمد ربنا ان اخوك هربان، وادعي له ان ربنا يسهلها له ويهج بره المخروبه دي كلها. وبعدين يا اخي احمد ربنا انك لسه عايش، مش زي عاصم اللي قتلوه ولا زي اسماعيل اللي ما نعرفش عملوا فيه ايه. اسماعيل زمانه متنعم دلوقتي مش زينا. يا سيدي هيروح من ربنا فين؟ يعني ايه؟ الآية هتتقلب؟ أنت هتنام كل يوم وتشخر وأنا هقعد أعيط زيك؟ مش بقول لك قلبي ارتاح لك؟ بقول لك إيه؟ ما تيجي نربط مع جماعة الدكتور براهيم ينقلونا العنبر عنديهم بالاتفاق مع الضابط المشرف. الجماعة شاريين، ما تقفلش دماغك معاهم. قول كده بقى، كده بانت، هما اللي بعتينك، ها؟ امشي من قدام يا عبد الرحيم، امشي بدل ما افتح دماغك، جاتك البلا، ولا اقول لك انا اللي همشي؟